هاني فاروق، جهاز الالكتروستاتيك سهل في الصيانة، هيعمل لي مشاكل في استخدامه؟ الكهرباء اللي موجودة مع المية ممكن تعمل قفلات؟ فهمنا كده بالراحة وبسهولة. الأول بس قبل ما نتكلم في الصيانة والجهاز وكده، لازم نعرف هو الجهاز ده بيتكون من إيه. أنا عندي الجهاز ده بيتكون، أول حاجة عندي حاجة اسمه جهاز التحكم. جهاز التحكم دوت بيبقى فيه زي دايرة أمان، عشان لو أي حاجة جاية من الكهرباء المجرار مش مظبوطة بيفصل عن طريق فيوز، ما يوصلش أي حاجة للجهاز البوكس اللي هو الأسود دوت، اللي هو أساس عملية الإلكتروستاتيك. الجهاز الأسود ده عبارة عن زي محول بياخد ال 12 فولت من الجرار يطلعها عندي هنا 12000 فولت، طبعا بس ده بأمبير مايكروني عشان ما يعملش أي مشكلة، تمام. فأنا عندي دائرة الأمان هي اللي بتمنع أي حاجة تحصل، زائد المحول ده اللي هو مش محتاج أي شغل صيانة خالص، فشغل كله أساسا بيقف على إن الجرار ناخد منه جرارة مظبوط، إيه الكهرباء مظبوط. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أساس الشغل بتاع الجهاز دوت إن هو يبقى في المية. مش مهندس أي جرار مهما كانت قدرته ينفع لاستخدام الجهاز ده؟ أنا كل اللي بحتاجه من الجرار هم ال 12 فولت. ب 12 فولت دول بيجوا عن طريق البطارية اللي هي موجودة في كل أنواع الجرارات. على حسب بقى قدرة الجرار أنا بجيب للتانك العميل اللي هو يشتغل مع الجرار بتاعه. مراكز الصيانة موجودة لصيانته لو حصل أي مشكلة؟ موجودة عندنا مثل مراكز الصيانة بتاعتنا، وعندنا له كل قطع الغيار موجودة، فما فيش أي قلق منه خالص.